بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحلقة رقم 110 على قناتكم ترافلاس، طريق السفر بعنوان الهجرة لاندورا بفيزا الفريلانسر. بفكركم تاني بدولة اندورا اللي كانت في حلقات منتشرة عنها وكانت ترند السنة اللي فاتت على اليوتيوب. اعمل لايك للفيديو ده دلوقتي لو انت مهتم بفيديوهات الهجرة والسفر، وشاره مع اصحابك المهتمين بالسفر والهجرة. ما تنساش الدعم بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل حصريات الهجرة والسفر. ندخل في الموضوع بشكل مباشر. فيزا الفريلانسر في اندورا ليها اسم مختلف. ليها اسم مختلف ازاي؟ اسمها تصريح اقامة نشط. طيب يعني ايه تصريح اقامة نشط؟ يعني متطلبات، في متطلبات ان انت محتاج توفرها عشان تحصل على تصريح اقامة للعمل الحر عشان تقيم في اندورا. وتصريح اقامة العمل الحر ده اللي احنا بنسميه في الهجرة والسفر فيزا الفريلانسر. طيب المفروض انت تعمل ايه؟ اعتماد تدريبك وخبرتك في السيرة الذاتية، يعني يكون معاك في سيرة ذاتية فيها تدريب وخبرة ليك، ويكون انت المؤهلات عندك مؤهلات، يعني يكون معاك شهادات كورسات، معاك شهادات خبرة، شهادات حاجات اشتغلت فيها. تاني حاجة ان التعليم بتاعك يكون معادل في اندورا. لو مش معادل في اندورا هسيب لك موقع بيعادل، وهوريك دلوقتي موقع بيعادل الشهادات بتاعتك لشهادات مطابقة في اندورا، يعني تكون شهادتك كأنك واخدها من اندورا. طيب النقطة الثالثة والمهمة، تأسيس شركة في اندورا او الاستحواذ على 20% على الاقل من شركة اندورية. سوف تحتاج الى تصريح خاص يسمى ترخيص الاستثمار الاجنبي. يعني ايه الكلام ده؟ تأسيس شركة في اندورا هقول لك عليها اهو. عشان تأسس شركة مساهمة محدودة في اندورا محتاج حد ادنى لرأس المال 3000 يورو. دي بسيطة وعرفناها. محتاج 3000 يورو عشان اسس شركة مساهمة محدودة في اندورا. خليك معايا واحدة واحدة وركز في الكلام اللي انا بقولك عليه وما تجريش الفيديو، وركز في الخطوات. الشركة ديت محتاجة كام واحد؟ مش محدد الشركة محتاجة كام واحد، يعني اي عدد من المشاركين ممكن يأسس شركة مساهمة محدودة بحد ادنى رأس المال 3000 يورو. طيب يبقى انت يا اما تأسس الشركة دي ب 3000 يورو، يا اما تستحوذ على 20% من شركة في اندورا. دي سيبك منها. وهقول لك برضو ترخيص الاستثمار الاجنبي ده بتجيبه من شركة المحاماة المسؤولة عن تأسيس الشركة المساهمة المحدودة بتاعتك، بتجيب لك ترخيص الاستثمار الاجنبي. أن يشغل مؤسبا في الهيئة الإدارية لتلك الشركة، ده عادي طبعا لأن أنت لما بتأسس شركة بتكون مدير فيها. تقديم وديعة إلزامية بدون فوائد قابلة للاسترداد بقيمة 15000 يورو لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الهيئة المالية الأندورية. يبقى كل اللي أنت محتاجه كام؟ محتاج 18000 يورو. 3000 يورو هتعمل بيهم تأسيس شركة المساهمة المحدودة، و 15000 يورو هتقدمهم وديعة إلزامية بس قابلة للاسترداد بدون فوائد. هتقدمهم لإيه؟ للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الهيئة المالية الأندورية. وبعدين تجيب شهادة السجل الجنائي في بلدك بالإضافة لشهادة السجل الجنائي في البلدان الأخرى لو أنت سافرت لبلدان تانية، ولو انت عندك عقد ايجار او سند شراء عقار في اندورا بتقدم عقد الايجار. طبعا انت لما تروح اندورا هتأجر مكان، بتقدم لهم عقد الايجار وبعدين تعمل فحص طبي. يبقى دي اوراق سهلة جدا ومستندات سهلة انت تقدر تحصل عليها عشان تقدم على تصريح عمل الفريلانسر او تصريح عمل الحر. طيب حاجة تانية، لو انت عايز تصريح عمل كموظف، تصريح عمل كموظف ده هجيب لك، هسيب لك مقال كامل عنه بس هو ترجمته وحش. انا مترجم هنا جوجل ترانسليت فمش هعرف اقرا لكم لان الترجمه مش كويسه، فانا هسيبه لك اللي هو العمل لحسابك الخاص. بس كموظف ده غير الفريلانسر لان في فرق، اللي هو تصريح الاقامه العمل كموظف. فانت خلينا نشوف الموضوع بيتكلم عن ايه. خليك معايا. بيقول لك هتعمل اعتماد تدريبك وخبرتك في السيره الذاتيه، دي قلنا عليها ان هو تعليمك يكون معادل، يكون معاك سي في كويس، يكون معاك شهادات خبره او شهادات تدريب انت حصلت عليها او شهادات كورسات، ويكون تعليمك معادل لاندورا. بيقول لك انك تبحث عن شركه ترغب في توظيفك. قدامك ان انت حصه متاحه لان الشركات في اندورا ملتزمه بان هي تعطي الاولويه لتوظيف المواطنين والمقيمين رقم 2، ده لخفض معدل البطاله. لو الشركات في اندورا خلصت المواطنين بتوظف المقيمين، بس بيكون المقيم في اسبانيا عليه اولويه اكتر من المقيم في اندورا اللي هو خارج اسبانيا وخارج اندورا. فالمهم يعني انت بيبقى ليك حصه في ان انت تشتغل في اندورا من وزاره الهجره. المهم خلاصه الكلام ان انت يجب عليك الحصول على شركه ترغب في توظيفك لملفك الشخصي ولديها جزء من حصتها المتاحه للقيام بذلك، وتحصل على شهاده السجل الجنائي في بلدك اللي هو الفيش او الشهاده اللي بتقول ان انت ما عليكش جرائم،
وعقد الإيجار، يكون عندك عقد إيجار الشقة في أندورا، وبعدين بتعمل الفحص الطبي. يبقى هنا أنت عليك إيه، نفهم إيه من تصريح الإقامة للعمل كموظف. يبقى تصريح الإقامة للعمل كموظف ده مش بيتطلب منك إن أنت تعمل إيداع ب15,000 يورو، ولا بيتطلب منك إن أنت تعمل تأسيس شركة مساهمة محدودة في أندورا. ده كل اللي بيتطلبه منك إن أنت تلاقي عقد عمل في أندورا. يبقى أنت هنا حلقة النهاردة بتقدم لك خيارين، يا إما أنت تحصل على فيزا الفريلانسر أو العمل الحر بالطريقة اللي احنا قلناها، اللي هو بتأسس شركة مساهمة محدودة وبتعمل إيداع، ده كده بتحصل على الفيزا بشكل مباشر اللي هو فيزا الفريلانسر عمل حر، أو تصريح الإقامة النشط، اسمه تصريح الإقامة النشط بلغة أندورا، يعني لغة الحكومة بتاعت أندورا، يا إما تحصل على تصريح الإقامة للعمل كموظف. عشان تجدد تصريح الإقامة، تصريح الإقامة النشط الأول الخاص بيك بيكون صالح لمدة عام واحد، بعد ما تمر السنة دي بتجدد تصريح الإقامة كل عامين أو 3 مرات تانية. لو أنت هتكون في دولة أندورا لمدة 7 سنوات هتجدد إقامتك كل 10 سنوات، يعني لو أنت كل ما تقيم زيادة في أندورا الوقت بيقل بتاع تجديد الإقامة بتاعتك. المهم إن أنت أول مرة بتحصل على تصريح الإقامة النشط لمدة عام، تاني حاجة بتجدد كل عامين بعد مرور السنة الأولى. طيب خلينا نشوف بقى بعد كده في حاجات للناس اللي مستوى دخلها اعلى من كده، او الناس اللي هي تقدر تدفع فلوس اكتر من كده، بمعنى اصح يعني في حاجة اسمها الاقامة الغير ربحية بتدفع لها 350,000 يورو، في حاجة اسمها إقامة المهنيين، وفي حاجة اسمها الإقامة السلبية. خلينا نقول الإقامة السلبية برضو لأن هي قليلة في المبلغ شوية، يعني أقل مثلا من الإقامة الغير ربحية. الإقامة السلبية أنت بتحصل على الإقامة في أندورا وبتقعد في البلد وخلاص، دي خلاصتها، يعني بيديك إقامة في أندورا وأنت بتقعد في البلد، تعيش في البلد وتصرف فيها وتقيم فيها وتدفع ضرائب لو أنت بتشتغل هنا. بيقول لك إثبات أن لديك الوسائل المالية الكافية لتتمكن من الإقامة في الدولة دون العمل هناك. يجب عليك إثبات أن لديك دخل يتجاوز 300% من الحد الأدنى للأجور في أندورا، ولو أنت بتعي الأسرة 100% لكل شخص معال، بتعمل وديعة إلزامية بقيمة 50,000 يورو ليك أنت وكل شخص أنت بتعوله 10,000 يورو. ده طبعا مبالغ قليلة مقارنة بإيه؟ نظم الجنسية بالاستثمار اللي هي بتبقى 100,000 دولار، 140,000 دولار، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي اللي انا ما بتكلمش عنها عشان هي مش متاحة لكل الناس. كل ما المبالغ بتكون قريبة بقول يعني بتكلم في الموضوع. بتعمل استثمار الزامي خلال 6 أشهر الأولى في العقارات أو في أسهم أو في رأس مال شركة أندورية أو في أموال خاصة للشركات، وبتقدم عقد الإيجار أو الشراء العقار، وبتحصل على تأمين ساري المفعول يغطي 100% من نفقاتك الطبية في أندورا. دي متطلبات الحصول على الإقامة السلبية. يبقى اللي انت محتاجه برضو في حلقة النهاردة ان انت تخرج ومعاك مواقع الفريلانسر، واعمل لايك للفيديو دلوقتي لو انت لسه ما عملتش لايك وشايف ان موضوع الحلقة مهم، ومهم انك تجرب تدخل اندورا بفيزا الفريلانسر وتركز عليها بدل الطرق الكتير اللي اتشرحت قبل كده عن طرق دخول اندورا. هتلاقيني سايب لك كل مواقع الفريلانسر ووظائف الفريلانسر اللي انت تقدر تقدم فيها وتشتغل عليها عشان تقدر تسافر لاندورا بفيزا الفريلانسر. وبالنسبة برضو عشان ما ننساش ان شروط الحصول على تصريح الإقامة العمل كموظف، انت محتاج عقد عمل لعقد عمل موثق من الحكومة عشان تقدر تهاجر بيه لأندورا للعمل كموظف. هتلاقيني سايب لك كل مواقع التوظيف في أندورا اللي انت تقدر تقدم فيها على الوظائف، ولما بيجي لك قبول او حد بيوافق عليك بتاخد عقد عمل موثق وبتقدمه بفيزا عمل لأندورا. ولما بتسافر هناك بتروح لمكتب شؤون الهجرة، ومكتب شؤون الهجرة بيديك تصريح الإقامة كموظف. هتلاقيني سايب لك كل مواقع التوظيف، وبقية المواقع هتلاقيها في مقالة على ترافلاستر أو بريق السفر. فدي كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها. انت بتقدم على الوظائف لما حد بيعمل معاك مقابلة اونلاين على الزوم أو السكايب، لو حصل لك موافقة بتاخد عقد العمل وبتقدمه وبتسافر بفيزا عمل. بعد كده مكتب شؤون الهجرة بتحولها لتصريح إقامة العمل كموظف في أندورا. فده باختصار كان الفرق بين تصريح الإقامة النشطة والسلبية في أندورا. النشطة بيكون باستثمار بمبلغ قليل وبتحصل على تصريح إقامة عمل حر فريلانسر، إنما السلبي بيكون بمبلغ كبير اللي هو 350,000 يورو بتستثمرهم، وبعدين بتعمل وديعة 50,000 يورو و10,000 يورو لكل معال، واللي مش محتاج منك مبالغ مالية خالص اللي هو تصريح
تصريح الإقامة العمل كموظف، ودي كانت نهاية حلقة النهاردة، وهتلاقيني سايب لك ملف خاص أو مقال خاص عن العمل لحسابك الخاص في أندورا في السنة دي 2023، متطلبات العمل الحر، وده الموقع اللي بيعدل لك الشهادة بتاعتك، المكتب بيعدل لك الشهادة بتاعتك من في حدود من 3000 ل 4000 يورو، لأن هي تكون مساوية للشهادة اللي طالعة من أندورا. وهنا بيقول لك حصة العاملين لحساب خاص ومزايا وعيوب كونك محترف مؤهل، يعني العمل كموظف ما تفكرش ان انت تشتغل كموظف في مستوى عادي، لا لازم تكون محترف في مجالك ومتخصص فيه. المميزات ان زي ما قلت لك مش هتدفع اي فلوس ولا هتنشئ شركة ولا مش محتاج مكتب مسجل. فلو انت بتشتغل فريلانسر فرصتك ان انت تقدم في دولة اندورا في الوقت الحالي. ودي كانت نهاية حلقة النهاردة، اتمنى ان هي تكون اعجبتكم، وشكرا لكم متابعتكم لأتشرف بها، ومع السلامة.